نحيي مع حضراتكم مشاهدينا الكرام الذكرى 41 لتحرير سيناء يوم الكرامة الوطني، وكثير من الدروس المستفادة والأسلحة التي كانت حاضرة بقوة من المصريين في مواجهة العدو، الصلابة، الإرادة الحديدية، قوة التحمل، الصبر والجلد وغيرهم. بالتأكيد يمكن أن نسترشد بهذه التجارب في مواجهة الاختبارات الصعبة التي تمر بها مصر، سواء تلك التي مرت بها أو ربما التحديات التي تبقى لتلقي بظلالها على المشهد في الفترة القريبة القادمة بإذن الله. هذا الارتباط القوي بين الشعب والجيش، الإنجازات والحروب التقليدية النظامية والحروب الأخرى التي كرس لها نموذج المصري من خلال محاربة الإرهاب، حرب التنمية وحرب الإرادة والحروب المواجهة الفكرية أيضا مع الإرهاب الغاشم. بأوجه التحية لضيفي في هذه الوقفة الحوارية سيادة اللواء أركان حرب المهندس عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك دكتور ريهام، مرحبا، كل سنة طيبين، كل سنة الشعب العربي كله بخير. أهلا وسهلا. طبعا هنتطرق تفصيلا لهذه التجربة الفائقة والمتميزة بامتياز اللي خاضتها مصر، واللي يمكن هتكون هي المؤشر لانتصارات أخرى مقبلة بإذن الله. اسمح لنا نتابع مع حضراتكم التقرير التالي ونعود للمزيد من المتابعة والتحليل في منى القاهرة. تاريخ شهد عودة سيناء إلى حضن الوطن بعد كفاح عسكري ودماء أريقت ونضال سياسي ودبلوماسي. 25 من أبريل يأتي كل عام شاهدا على بطولات المصريين لتحرير سيناء من براثن الاحتلال الإسرائيلي في عام 1982، وليكتمل التحرير بعودة طابة عام 1988. الأرض التي احتلت عام 1967 سعت مصر لتحريرها بكل وسائل النضال، من الكفاح المسلح في حرب الاستنزاف، ثم بحرب أكتوبر المجيدة عام 1973، وكذلك بالعمل السياسي والدبلوماسي، بدءا من المفاوضات الشاقة للفصل بين القوات عامي 1974 و1975، ثم مباحثات كامب ديفيد التي أدت إلى إطار السلام في الشرق الأوسط عام 1978، ليعقبها توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، لتصبح سيناء بعد استردادها رمزا للسلام. وبمرور الأيام والأعوام يتحقق على أرضها الإنجازات في شتى مجالات البنية الأساسية وقطاعات الإنتاج والخدمات، ليتحول صفار رمالها إلى الأخضر وتشق الطرق في جبالها وتشهد وديانها نهضة تنموية غير مسبوقة. ولكن لمكانتها الجغرافية والتاريخية فهي المفتاح لموقع مصر العبقري في قلب العالم بقاراته وحضاراته، هي محور اتصال بين آسيا وإفريقيا، بين المشرق العربي والمغرب العربي. في الواقع تحرير سيناء لم يكن معركة واحدة، كانت مجموعة من المعارك اللي خاضتها مصر، بعضها نظامي والبعض الآخر غير تقليدي، والبناء وإعادة الإعمار والتنمية بالتأكيد تبقى هذه منظومة من العمل المصري المتواصل. شهدنا بعض مراحل ومحطات أخرى في القادم القريب بإذن الله. بجدد تحية بضيفي اللواء المهندس عادل العمدة، ويعني لنبدأ بهذه الجزئية، يعني لم يكن تحرير سيناء وليد فراغ، ولن يكن الإنجاز الأخير، يعني يعقبه كثير من المعارك وكثير من الاختبارات الصعبة التي لا تنقطع والتي لا يتوقف المصريون عن إبهار العالم بإدارة كثير من هذه التحديات باقتدار شديد. طبعا أنا بادئ ذي بدء لازم أوجه التحية والتقدير لأرواح الشهداء ولكل من بذل نقطة وذرة عرق ودماء في سبيل تحرير سيناء. احنا بنحتفل بالعيد بعد 40 النهارده، يعني بقى لنا 41 سنة في ذكرى عودة سيناء مرة أخرى إلى الأراضي المصرية أو إلى السيادة المصرية. سبق الوصول إلى هذه الملحمة عدة معارك. نبدأ بما تلا، يعني حرب 67 أو نكسة 67، معركة الاستنزاف.
اللي يعني اثبتت فيها العسكريه المصريه انها يعني لم تحارب في 67 ولكن اغزت على غيرها وبالتالي هي بترد. العبور من الهزيمه الى النصر. بالظبط، مرحله العبور دي مرحله مهمه جدا 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 كثقه طبعا. داخل المقاتل المصري وكاسترداد لقدرته على مواجهه التحدي الكبير اللي اسمه الجيش الذي لا يقهر. الترجمه كانت فعليه وعلى ارض الواقع تبلورت شكلها النهائي في حرب اكتوبر 73، يبقى معركه الاستنزاف ثم المعركه التي تلتها، المعركه النظاميه التي تلتها مباشره هي معركه اكتوبر 73 اللي حقنا فيه النصر، وكان يجب ان يكون هناك منطلق من قوه لكي تكون التفاوض على هذا الاساس. فبالتالي وجوب الانتقاله دي كان يمكن من يعني يعتبر ضربا من ضروب الخيال بالنسبه لكل المعنيين في المؤسسات العسكريه والمعنيين كخبراء استراتيجيين في هذا المحفل او في هذا المجال. ليه؟ لان كان في استحاله، هذه الاستحاله طوعت لكي تكون بالمقاتل المصري لا قدره وتنفذت على ارض الواقع وحققت وعبرت واقتحمت وحققت نتائج ووصلت الى مرحله معينه من في سيناء. دي كانت النقطه الثانيه اللي بدات من خلال مرحله التفاوض. الاسترداد كمل الارض. دي المرحلة الثانية خلصت، دخلت في مرحلة التفاوض، المرحلة السياسية الأولى اللي فيها تفاوض. عديت فيها مراحل كبيرة جدا 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 إلى أن وصلت إلى تحرير يعني شبه كامل لسيناء متمثل فيه لا قبل طبعا أنا لغاية دلوقتي في العريش رفع العلم في العريش ووضع كل سيناء تحت سيطرة السيادة المصرية عدا مثلث طابة. وبالتالي بدأنا في التحكيم المعركة الرابعة اللي هي مرحلة التحكيم وعودة الأمور إلى نصابها مرة أخرى من خلال الملحمة الدبلوماسية التاريخية الجغرافية السياسية العسكرية المساحية لعودة طابة من خلال منظومة التحكيم الدولي. وفعلا بالفعل عادت طابة في 19 مارس 1989 وكانت المرحلة الرابعة. عشنا مرحلة من الكر والفر مع من يستهدف سيناء مطمع عبر التاريخ لمقاوماتها ولركائزها الاقتصاديه ولاهميتها الجيوستراتيجيه ولاهميتها الجغرافيه ولاهميتها التاريخيه ولاهميتها الحضاريه وحجم السياحه الموجود فيها، يعني ليها مقاومات كتيره جدا تكون مطمع من خلالها سيناء، عشان كده عبر التاريخ هي مطمع. فبالتالي بدات المرحله الثانيه او المرحله الخامسه بقى والسادسه في المعارك اللي هي معارك غير نظاميه، كانت الحرب على الارهاب وبدايه ارهاب التسعينات بدا هنا الى ان تبلورت الفكره لما بعد يناير 2011 وكانت 28 يناير 2011 نقطة الانطلاق أو الإشارة التي تؤكد أن هناك نية مبيتة لاستقطاع سيناء من الدولة المصرية بأي حال من الأحوال بدعم بتواجد إرهاب. يمكن السيد الرئيس في أحد خطاباته أكد على هذه المعلومة وقال إحنا بنصرف مليار جنيه شهريا للقضاء على الإرهاب ومقاومته، كان 90 مليار اتصرفوا في 90 شهر. فبالتالي ده دلالة على أن كان في يعني إجراء لازم يتاخد وملاحم بطوليه لازم تتعمل ولازم تتفعل على ارض الواقع من خلال التعاطي مع هذا الغول الذي كان يلتهم التنميه. انا عايز تنميه ورصدت خطه اسمها 2030 وعملت مرتبطه بالامم المتحده وحطيت خطه مستقبل. كان صعب ان يكون في افاق تنمويه مع بؤر ارهابيه مع تواجد ارهاب، لا ده مش صحيح. ممكن استحاله. فهي لازم ايه الحرب دي تنتهي لصالح الدوله المصريه بدون شك. فكانت الملاحم البطوليه في اطار استراتيجيه وضعت لهذا السياق. الاستراتيجيه دي كانت من ثلاث محاور، محور امني محور فكري محور تنموي. ناخد المحور الامني واللي تجسد في صوره الرائعه من خلال نسر 1 و2 ثم حق الشهيد 1 و2 و3 و4 ثم العمليه الشامله سنه 2018 ثم ما تلا ذلك من اعمال وصلنا الى ما اصلنا اليه الان من تقويض لكل اعمال الارهاب والتكفيف لمنابعه والقضاء على يمكن فكره استقطاب شباب جدد للدخول في مغبه الارهاب لا انتهى. نعم. الدولة المصرية الحمد لله كانت كفيلة انها توقف كله عند حده وفيها قدرت تتحقق نتائج. يمكن المشاهد الرقمية تؤكد وتدل على ذلك اللي استوحيناها من المشهد ده، حجم العمليات الارهابية اللي كانت بتنفذ 2016 كان كام والنهاردة كان، بالمقارنة نلاقي من 598 عملية لعمليتين او مفيش، ده دلالة ان الحمد لله مصر خدت على الارهاب. طب عدنا لحضرتنا حياتنا الطبيعية، بدأنا فعلا نعود لحياتنا الطبيعية. المشاهد اللي تدل على ذلك كثيرة، نبدا بمشروعات التنمويه. ما فيش تنميه بدون قضاء على الارهاب، دي نمره واحد. ده مشروعات التنمويه ده شق، لكن لما الاقي سكان العريش بيفطروا في يوم 27 رمضان على شاطئ العريش
وتبقى سهره رمضانيه كامله. دي دلاله على ده دلاله على ايه بقى؟ وده المشهد. لما السيد رئيس الوزراء يستحق سبعه من الوزراء ويهبط للمره الاولى منذ 7 سنوات في مطار العريش بالطائره ويتفقد الاحوال، دي دلاله اخرى. لما السيد الرئيس يتفقد الكماين بتواجده داخل سيناء، الكماين بالذات في سيناء اللي كانت مسار استهداف على مدار الفترات اللي فاتت من قبل العناصر الارهابيه، يتفقدها السيد الرئيس ويتناول طعام الافطار في يوم من الايام مع ابنائه في سيناء في ذكرى العاشر من رمضان لو تتذكر حضرتك. هنا انا بقول لحضرتك ان عوده الحياة الى طبيعتها. السيد رئيس القاهره حرب القدس سبق كل ذلك بانه تفقد الاحوال بصحبه رئيس مدينه العريش للتاكد من تمام عوده الحياه الطبيعيه الى مسارها الطبيعي داخل سيناء. دي ملحمه امنيه في اطار الاستراتيجيه ووضعت ورصدت الحمد لله حققت نتائج على ارض الواقع. ناتي الى ما تلا ذلك من اعمال التنمويه اللي هي تؤكد وتدلل على اننا قضينا على شخفه الارهاب. فكره توطين من 3 ل 8 مليون مواطن مصري دي خطه مرصوده انا 2030 مفترضه وكنا وصلت اليها. من 3 ل 8 مليون مواطن مصري عايزين خدمات، عايزين مباني زي اللي بيتعرض قدام حضرتنا، عايزين حضراتكم دلوقتي ده مدن سكنيه، عايزين تجمعات عمرانيه بدويه، عايز منشآت خدميه تقدم ليهم الرعايه، عايز كثير من الاطروحات وكثير من الخدمات والعوامل اللي تاكد على وجود فرصه عمل ووجود حياه طبيعيه امنه مستقره داخل ربع سيناء. فبالتالي اتوجدت مقومات الحياه الطبيعيه، المياه ابتدينا نستصلح ونعالج ونوصل مياه الشرب الى سيناء، في اعمال تحليه لمياه البحر 22 محطه تحليه في شمال سيناء بس خلاف اللي موجود في الجنوب، مجموعة الخدمات المتمثلة في الصحة والتعليم وإنشاء بعض المدارس والجامعات سواء جامعة الملك سلمان في الجنوب أو سينا في الشمال. أنا كل ده بنوع تلبية متطلبات سوق العمل من خلال مخرجات التعليم كان هدف والنتيجة طبعًا. إن عملت جامعات سواء في الملك سلمان في العريق، يعني الجامعة في شرم الشيخ الكليات اللي موجوده فيها مرتبطه بالسياحه والفندقه واعمال زي كده، وهي زي المجتمعات العمرانيه المتكامله بالظبط. فانا عملت مجتمع يعني بكل المقاييس لا بيلبي احتياجات المواطن. طب انا عملت 7 مدن سكنيه في 4 أو 3 جهزوا بالكامل وانتهوا خلاص سلموا، اللي هي رفح الجديده والاسماعيليه الجديده والسلام المنوفيه وبورسعيد الجديده، اضافه الى مدينه اخرى اللي هي ايه بئر العبد الجديد ده في الشمال. الجنوب في 3 مدينه التجلي سانت كاترين تفتتح في شهر 12 اضافه الى مدينتين اخريتين في دهب والطور الجديده. ادي 7 مدن اضافه لحجم الطرق الكباري الانفاق اللي اتنشات 5 انفاق اضافه لنفس الشهيد احمد حمدي موضوع بنور وديوم الوادي والدلتا و اعمال التنمويه دي في خلاف المشروعات المناطق الصناعيه الزراعه السمكي الاراضي الزراعيه الثروات المسارات المسار العائله المقدسه تنميه اواصر مجالات السياحه المختلفه بقى سواء كانت سياحه دينيه سياحه رياضيه سياحه ثقافيه سياحه علاجيه سياحه ترفيهيه سياحه مؤتمرات سياحه سياحيه عديده يعني مختلف جاهزه والحمد لله بتؤتي ثمارها. سيناء كنز من كنوز ربنا سبحانه وتعالى من البقعه اللي تجلى فيها رب العزه، فبالتالي لن تضام وتتمتع بثروات طبيعيه غير عاديه. يعني اما نقول في شجره العليقه اللي موجوده في سانت كاترين ما فيش زيها في الكون، المنطقه اللي تجلى فيها رب العزه سبحانه وتعالى في منطقه التجلي في سانت كاترين نفس الكلام. فربنا سبحانه وتعالى ما جتش في مكان في الكون غير في هذا المكان. هذه الشجره لو نقلت لاي مكان ما بتثمرش وما بتنتجش تاني، بقى لها من ايام سيدنا موسى وهي موجوده وظاهره وواضحه. عايز اقول في النهايه ان انا عندي مقومات تاريخيه ودينيه خلاف المدن الاثريه اللي موجوده هناك، خلاف كثيرا. يعني انا لو قعدنا لنهايه اليوم هعدد في المناقب اللي موجوده داخل سيناء اللي تؤكد وتدلل على قيمه هذه المدينه بالنسبه لنا كمصريين في وجداننا وفي حياتنا من جهه ومن جهه ثانيه كاثر بتتركه جوانا. يعني زياره نختتم هذه الجزئيه في اطار التعامل التنموي بمنظومه العمل المتكامل الترفيهي الخدمي اللي يقدم لابناء سيناء في كل المجالات. ثم الجزء الفكري، وده الجزء اللي اعتقد ان ابتدى المواطن المصري في سيناء يبحث عن الدوله الام ويبحث عن العلاقه اللي تربطه بيها. الحمد لله وزاره الشباب والرياضه ورئاسه الجمهوريه افردت مساحه لهذا الكلام، ومن خلال
تبني تواجد ابنائنا من شباب سيناء سواء في الدورات التوعويه التثقيفيه في اكاديميه مصر العسكريه العليا او في اطار اعرف بلدك من خلال وزاره الشباب والرياضه عشان يتجولوا ويتعرفوا على المعالم الاثريه والسياحيه اللي موجوده داخل. ويمكن ده اللي بيعزز ثقافه الانتماء والمواطنه. ما هي دي انا بعزز قيم الولاء والانتماء. ما انا بعززها ازاي؟ ان اجيب الشباب واخليهم يعرفوا في اطار اعرف بلدك يعرف الامكانيات المطروحه، زائد احنا كاكاديميه مصر العسكريه العليا وشرفت باقامه الدوره هناك من خلال اكاديميه مصر العسكريه العليا داخل المركز الاعلامي في العريش، ده الكلام ده قبل رمضان باسبوع، حضرها 200 واحد من كل مدن بفضل الله من كل مدن شمال سيناء، يعني من بلوزه ومن رمانه ومن العوجه ومن الحسنه ومن بير العبد ومن رفح ومن العريش ومن الحسنه، كل هذا الكلام الشباب كانوا بيتكبدوا مع شقه وعناء السفر ما بين بلاد ما بين مدنهم وما بين مدينه العريش المركز الاعلامي اللي تابع لعمل الاستعلامات عشان يحضروا معانا. عندهم قناعه للفايده اللي هتعم عليهم بالظبط. كان المشهد يعني عايز اكد على انه الحمد لله كان في يعني جزء كبير جدا يؤكد ويدل على ذلك. طب انا مش درس كثير من الامور اللي بتؤكد عوده الحياه لطبيعتها واهتمام المواطن المصري في سيناء بالتعرف على التحديات والتهديدات اللي بتقابل بلده وكيفيه بناء او مجابهه كل محددات التنميه داخل سيناء للوصول الى الهدف الرئيسي اللي بننشده اللي اشاد به السيد الرئيس النهارده اللي الوصول الى الجمهوريه الجديده. كان في تضحيات، كان في ثمن الدفع طبعا. الدفع من خلال الابطال الشهداء اللي بنوجه لهم التحيه والتقدير زي ما وجهنا للرئيس البطل المؤمن محمد انور السادات صاحب قرار الحرب والسلام، اعتقد انه ايضا لكل مواطن مصري مقاتل سواء من شرطه او من جيش او من اهالي سيناء بذل ذره عرق او نقطه دم في سبيل تطهير هذه الارض من دنس الاستعمار ومن دنس الاحتلال اللي كان بيحتلها وكان بيقوض فكره التنميه جواها. الحمد لله ان كان الارهاب بيحاول يلعب دور في خلال الفتره اللي فاتت، ولكن الحمد لله الدوله المصريه قدرت من خلال الاستراتيجيات اللي تبنتها الامم المتحده واصبحت وثيقه رسميه انها تنفذ هذا الكلام على ارض الواقع وتحقق نتائج الحمد لله النتائج مرجوه كلها. بسالت الجندي المصري في اكتوبر وتحطيم اساطير الجيش الاسرائيلي الذي لا يقهر وما الى ذلك خط بارليف وغير كده طبعا يمكن المعركه التفاوضيه اللي اتكلمنا عنها لاسترداد طابا التي لم تكن بالسهله على الاطلاق وغيرها من التجارب اللي مرت بها مصر ونجحت فيها نجاحات مبهره. ازاي ممكن نستلهم من كل هذه الانجازات الروح في مواجهه تحديات في هذه المرحله ويمكن في المستقبل القريب اللي مش عارفين بيحمل لنا ايه، وايه مغزى التوقيت اصلا سياده اللواء ما بعد الاجواء الاحتفائيه والاحتفاليه، ايه اللي نستفيد بيه وايه اللي نتسلح بيه في مواجهه تحدياتنا المقبله؟ اولا الاحتفاليه في حد ذاتها اعتراف بالوفاء والامتنان لكل من بذل ذره عرق في سبيل عوده الارض والعرض للدوله المصريه، وده جزء واضح وجلي وصريح. فالاحتفاليه في حد ذاتها تنبئ بذلك. طب انا هستفيد ايه او ايه المردود اللي عايد عليا؟ لا، فكره ان انا اتقدم واعرف الاجيال السابقه عملت ايه وضحت ازاي واستندت على اسانيد ايه عشان تستحوذ او بمعنى صح تجمع كل الاسانيد والادله اللي تجيب لي حقي اللي اكدت عليه على مدار التاريخ ان انا مصري ودي ارضي وده عرضي وانا دافع عنه بحياتي دونها الحياه دونها الحياة، كل ذرة رمل دونها الحياة. فبالتالي ده كان مشهدي وده كانت رأيي وده كان شك. أنا بقول لحضرتك النهاردة للشباب اللي طالع جديد أو الشباب اللي هو أمل المستقبل، لا انظر بقى إلى ما قدم من إنجازات. طيب أنت قدمت تحافظ عليها بقى، إحنا واجب علينا كده في التوقيت ده إن إحنا نحافظ على كل ما تقدم طبعا، ونستلهم روح أكتوبر وروح العزيمة والإصرار وتحدي المستحيل والقضاء على المستحيل بكل قوتنا وكل ارادتنا وعزيمتنا واصرارنا اللي كنا بنتباهى بيه وفعلا حقق نتائج على ارض الواقع ملموسه وبيشهد بها العالم حتى الان. احنا كنا ندره بيتنضر علينا العالم، ده استحاله يحاربوا استحاله يتقدموا، لا كسرنا كل التابوهات دي ودخلنا وحاربنا وحققنا انتصار وحققنا اعجاز. ابويا وجدي واخويا الكبير وجاري وصاحبي عملوا هذا الكلام. انا بقى دوري انا كاجيال قادمه وثلاث هذه الاجيال ان احافظ على ما تم من انجاز وطور منه وزود عجلة الانتاج عشان اصل الى الجمهورية الجديدة بسلة نظيفة دون اي مشاكل، ما اخدش معايا اي شوائب، اطلع كده بيها اعبر بيها الى الجمهورية الجديدة متخلصا مصفرا للمشاكل، يعني ما عنديش مشاكل في كل حاجة. عشان كده بنجري حسيسا في كل الاتجاهات. يرى البعض احنا ناخد منحة واحد ونستمر فيه، لا، العمل متوازي.
العمل المتوازن ده عنده مقومات النجاح، انا عندي كل مقومات النجاح، عقليات الحمد لله تتمتع بتفرد كامل في كل المجالات، يعني افكار يعني خارج الصندوق بالكامل، دي اللي بنطلع بيها، اراده وعزيمه واصرار هي اللي تجلت واللي شفناها، ما ثلاث سنين لا اعمل في سنه واحده تتعمل في سنه واحده، ما حفر قناه القناه الجديده ما دي بدايه. واكيد المواطن السيناوي هينال يعني قسطه وحظه من التوجه العام للدوله المصريه بالاستثمار في البشر في المقام الاول، ويمكن يدرج ايضا على قائمه الاولويات في هذا الاطار. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر سياده اللواء اركان حرب المهندس عادل عمده المستشار باكاديميه ناصر العسكري العليا، شرفتنا ونورتنا يا فندم، كل سنه وحضرتك مشاهدينا الكرام، نبقى معكم ونسلط الضوء بشكل اكبر على البعد التنموي والافاق الارحب للتنميه بمفهومها الشامل او التنميه البشريه خاصه في سيناء الحبيبه. كونوا معنا بعد هذا الفاصل وثاني وقفاتنا الحوار.